في فن في تلاوة القرآن. هذا كتاب الله عز وجل. صحيح. أنت لما تقرأ آيات فيها آيات وعيد، خلنا نأخذ مثال، شوف الفرق. ها الحين بقرأ آية فيها وعيد، فيها استنجاد، أعوذ بالله، أصحاب النار يقولون حق أصحاب الجنة نبي ماي. اسمع الحزن اللي موجود في التلاوة، طريقة النغمة، طريقة الترتيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. يا الله، أنا استوعبت الآية. صحيح. لأن إحني فهمت إن فيها زجر وفيها يعني شيء حزين جدا. لأن في النهاية أبو عبد العزيز القرآن سبحان الله قصص رب العالمين يحكيها للبشر. الله. فهذه القصة لازم اللي يتلي هذه القصة يتلوها بطريقة تصويرية معينة. أحسنت، إنه يعبر عن المعنى. نفس الآية. صحيح. دكتور، نفس الآية أنا الحين بقرأها بنغم فرح. شوف، ما راح تحس إنه في شيء غلط. في شيء غلط. يعني الآية صح، الترتيل، نوع النغمة. أحس لا أبو عبد العزيز مو كذي تنقري، راح تقول لي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. سبحان الله، ما تعكس الحالة اللي كانوا يعيشونها أهل جهنم. بالضبط. أنت راح تقول لي لا أبو عبد العزيز هذه القرآن يقرأها بالجنة. صحيح. في آيات تصف الجنة. صحيح. صحيح. صحيح.